رسالة رابعة إلى الأحزاب والفرق والطوائف التي تتناحر وتتقاتل من أجل ثروات وأموال المسلمين. هذه الأحزاب التي فرقت المسلمين وكانت السبب في تفريق كلمة المسلمين وابتعادهم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كل يوم طريقة، كل يوم حزب جديد، حزب من الأحزاب فرقوا الأمة ومزقوها وجعلونا نتقاتل، بينما كان الواجب علينا أن نكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، نرجع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقوة في الجماعة لا في الفرقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.